قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة تفقد خلالها عددا من مشروعات التطوير لإعادة إحياء القاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل ونسب تنفيذ الأعمال. أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على تكثيف الاجتماعات والزيارات الميدانية الخاصة باستكمال هذا المشروع الحضري، انطلاقا من اهتمام الدولة بتطوير المناطق التاريخية لتصبح مقاصد سياحية متميزة. ووجه مدبولي باستكمال ترميم المباني ذات الطابع الأثري بالمنطقة والاستمرار في توحيد الوجهات في شارع المعز لإضفاء هوية بصرية لهذا الموقع الأثري المميز، كما وجه بإيلاء أهمية كبيرة بالمساجد الأثرية المتواجدة في محيط ميدان درب اللبانة، خاصة مسجد السلطان حسن أحد أهم المعالم الأثرية الإسلامية.